كابتن شريف، بقالك كتير صامت. دايما يقول لك علم الصمت افضل من علم الكلام، وده اللي يمكن يعني ملاحظ ولفت للنظر بشكل كبير على كابتن محمود الخطيب. حتى لما سالنا دلوقتي اسامه قال لك ايه بينك وبينه بعد حتى ما توج بالجائزه دي، قال ما قالش حاجه، ودايما قليل في الكلام. وانا بشوف انه ده اصعب، يعني من اصعب انواع الجهاد، ان انت طول السنه أو طول الفترة اللي فاتت ديت مشوار كان صعب، مش بس على صعيد اللعبة، على صعيد اللي انت تعرضت له الفترة الأخيرة بالذات. من كل شيء، بس أنا ألف مبروك الأول طبعا، يوم جميل علينا احنا كلعيبة. يعني النهاردة حسينا بقيمة البطولات اللي احنا خدناها. وجماهير يا كابتن مالك ايه؟ خليني بس نتكلم عن احنا جبنا بطولات حسينا بقيمتها النهاردة. في هذا الاحتفالية الكبيرة. قد ايه احنا بننتمي لنادي القرن، القرن الحقيقي بالنسبه لمصر، جمهوريه مصر العربيه، وبالنسبه للشرق الاوسط والبلاد العربيه كلها. فكانت محمود خطيب من الناس اللي توج قبل كده احسن لاعب في افريقيا سنه 82 بعد بطوله افريقيا الاولى اللي احنا خدناها. ففي دايما يواكب شخصيه محمود الخطيب الاحتفالات الحقيقه، يواكب الانتصارات، يواكب الواجهه الجميله جدا لمصر كلها الحقيقه، مش للنادي الاهلي بس. شخصيه جميله جدا، واقفه ليها الرونق بتاعها، ليها حضورها، ليها احترامها، ليها كل ما يميزها في الوسط الكروي الحقيقه والعالمي. انفنتينو قاعد وجنبه رونالدو وجنبه لوندوفسكي والخطيب. الخطيب كان هداف قد الناس دي في الاجوان اللي تشوفيها لو كان على ايامهم. لعب هو على الايام دي. كانت